مصطفى؟ طبعا مفيش خصوص، مفيش دروس خصوصيه خالص، مفيش تعليم يا لا هو لازم تعليم، ما هو ده اجبار، بس نهدي الموضوع شويه يعني. زي ما بقول حضرتك الكيمستري فيه حفظ كتير قوي مش هنحتاجه بعدين. برضه التاريخ والجغرافيا حاجات ما لهاش لازمه يعني، اهتم بالحاجه اللي هيستفاد بيها بعدين، لكن مش هقعد ادي واحد حاجه هو مش هيحتاجها اصلا. هو ليه يعني؟ مش حشو فخلاص، فاهم حضرتك؟ وغير كده فعلا موضوع الدروس الخصوصيه ده اهم حاجه لازم تتقفل بصراحه، والسناتر والكلام ده كله، ولازم كلنا نروح المدرسه. انا والله العظيم انا لو عليا انا نفسي اروح المدرسه، والله العظيم فعلا بقول لماما كتير جدا انا نفسي ارجع، نفسي انزل يوم واحد المدرسه، نفسي اشوف اصحابي، نفسي اقعد مع المدرسين فعلا والله. وتضيع وقت الدروس الخصوصيه، انا خايف ان السنه تخلص عشان السنه الجايه عارف ان انا مش قابل صحابي دلوقتي، مش هرجع المدرسه، مش هقعد قعده الفصل. والله انا بعتذر لكم ان احنا ما عرفناش نخلي حياتكم التعليميه الطف مما عليه.